مؤسسة أمل تفتح نافذة الأمل لمرضى القصور الكلوي من خلال تقديم حصص تصفية الدم بشكل مجاني لهم ومواكبتهم نفسياً. مشروع خيري أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 2009، وكان أول لبنة بالنسبة لهذه الأخيرة. بالنسبة للمركز، هو أول مراكز ديال مؤسسة أمل واللي تأسست في 2008 وبدأت هذا المركز الأول ديالها، فدشن من طرف سيدنا الله ينصره في 2009، في سبتمبر 2009، وبدأ بطاقة استيعابية ديال 15 آلة في إطار اتفاق مبرم مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ديال العمالة مقاطعة بنمسي. والحمد لله كان التدشين كان عنده واحد الوقع كبير، لان اول تجربه على مستوى المغرب في اطار المبادره الوطنيه، وكان تشالنج، كان تحدي. فبدينا طالعين بشويه بشويه حتى وصلنا في ظرف عام الى 80 مريض اللي كانت. تضافر الجهود مع المستشفى هذا، المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء، مع القسم 31 ديال امراض الكلي، ولا زودنا الاطباء الحمد لله، لي زانفيرمير كلهم داروا التكوين ديالهم هنا، حتى وحده ما تابعه لوزاره الصحه، وهذا اتفاق ضمني مع وزاره الصحه. راه هذا المركز راه استقطب ناس من مدن بعيده، من الفقير مصالح، من ملال، كاين اللي جا من قلميم، كاين اللي جا من العيون، وجاوا بقاو معنا هنا وعاد رجعوا ملي دارت مراكز عندهم تمايا. فالمؤسسه هي غطات تقريبا 6 ديال الجهات، وباقى الحمد لله الطلبات كاينين موجودين مع الساده العمال، وهذا الحمد لله فين ما كان الطلب تنمشيو وتنعاونو وتنوقفوا المسائل وتنعطيوهم الموديل وتنخليو ولاد المنطقه هما اللي تيشتغلوا تمايا، تنفورميوهم هذا، تتقرب الناس المسائل ديالهم لحداهم. ما هذيك باش كل انسان تيضرب لك 500 كوميد بدي جاي، المريض راه تيخرج مهدود من الدياليز مسالي، وتجي تكمل عليه تيبدا يخرج يقلب على الترونسبور ديالو. هذا شويه الامور ديال خصنا نعاونوا هاد المرضى ونزيدوا في الوعي. فونداسيون ديال الامل لتصفيه الكلي لامراض القصور الكلوي، هو مركز اللي كيتكون عندنا تقريبا من جميع المراكز، ماشي مركز واحد، تقريبا دابا وصلنا شي 26 مركز عن جهة المغرب. عندنا مركز الحسنية اللي أنا كنتواجد به دابا، صراحة عندنا كنشوفوا هاد المرضي ولات كتراكم بزاف، لأن عندنا تقريبا 12 إيطاج، كل إيطاج فيه 25 ماشين، كان نورمالمون تيدوز إيكيب في الصباح كيف، يعني كل إيطاج كان كيدوز فيه تقريبا 100 باسيون في النهار، دونك اللي واحد الكم هائل. وبالنسبة للصراحة الفونداسيون من شحال هادي كان صراحه محيده واحد العيب كبير على هاد الناس، لانه كان بصراحه ماشي ساهل، المرضي ماشي ساهله، كتكلف بزاف، منين كتكلف لف من ناحيه من كاع النواحي، الناحيه الماديه النفسيه من كاع الحوايج. عندنا مثلا هنا في الفونداسيون قبل هنا حاليا ما كانوش اصلا تيخلصوا، كانت شحال هادي ما حاليا ما كيخلصوش، مي قبل في ايوغ راه كما كتعرفوا لا دياليز راه كيكلف كثير، كتوصل حتى ل 700 درهم للحصه، وكل باسيون كتخصو 3 سيونس، دونك راه ما يمكنش، دونك راه كانت نورمالمون يا يدير دياليز يا غيبقى تيموت، واللي ما عندوش 3 سيونس ب 10000 الحصه راه كانت من سابع المستحيل. دونك الفونداسيون كانت صراحه اللي هي حيدت واحد العيب اللي كبير، على الاقل خفت عليهم من واحد الناحيه، انه بعدا كاين تريتمون، كاين الدواء باش غيتعالج، والحمد لله زعما فابور داكشي راه الحمد لله. تجربة رائدة في مجال تصفية الدم بشكل مجاني تم تعميمها على مختلف مناطق المملكة من خلال شبكة علاج واسعة تمتد إلى المغرب العميق لتخفيف العبء على المستشفيات العمومية وإنقاذ حياة المرضى الذين لا يمكن لهم العيش دون إخضاع دورتهم الدموية للتصفية. طبعا ما نقدرش نحسب بزاف، لان كاين فات الطاقه الاستيعابيه ديال المؤسسه 400 وزياده ديال الالات منتشره عبر المغرب. هذا المركز اللي حنا فيه راه فيه ما يقرب على 50 ماكينه اله ديال الدياليز، كاين روش نوار اللي هو اكبر كذلك فيه تا هو 52 اله،
كاين مراكز ما بين 12 10 8 مراكز صغرى، كاين مراكش حتى هو بقى في هذه الطاقه السعابيه ديالو ديال 50 آلة مع مراكز اخرى اللي حليناه قرب المشوار ديال مراكش اللي توا فيه 16 آلة، فالعدد الاجمالي 400 وزياده في الطاقه السعابيه ديال المؤسسه، واللي تقدر 400 آلة راه الا جينا نحسبوا راه عدد كبير غادي تستوعب هذا. مسيك، روش نوار، محمديه، مديونه، الدروه، عندنا في النواصر اربعه مراكز، في الحي الحسني واحد، فالحمد لله الدار البيضاء دابا محوطه بالمراكز، ومازال كاين واحد في انوال اللي غيكون اكبر واحد على مستوى افريقيا في خمسه طوابق، ويكونوا فيه من الطاقه السعابيه ديال واحد 70 اله ان شاء الله موجود المنطقه ديال انفا ونواحيها قريب من الترامواي ومنطقه راقيه. فاحنا ما غنساليش من هادشي لان العدد ديال المرضى راه دايما في ازدياد، والطاقه السعابيه وخا بالبريفي وبالجمعيات وبالمراكز الشفائيه وهذا راه باقي ما قادينش. وثانيا حنا تنخففوا العبء على حتى على المؤسسات ديال الاحتياط الاجتماعي، لا سينيساس الكنوبس وهذا خصنا نخفوا عليهم حتى هما، راه فلوس صحيحه تمشي تما، والدوله تتكبد اموال كبيره، راه كل مريض هنا تيتقام بواحد 2800 حتى 12000 درهم بار مو، ماشي ساهله على الدوله، حنا خصنا نخفوا شويه الحمد لله، ونحركوا هذاك الحس الاحساني اللي كاين هو اكيد في المغاربه ديال المغاربه خاص بهم. ويحرص الطاقم الطبي والشبه الطبي داخل المؤسسة على تتبع كل مريض يخضع لعملية التصفية ومواكبتها مع تقديم بعض الإرشادات الصحية لتجنب أي مضاعفات خطيرة بعد هذه العملية. اليوم ما أمكن نقول اليوم بأن هذا الدواء يمنح لهم أمل في الحياة، وأنه غادي يخفف عليهم الأعراض اللي كيحسوا بها، حيت الناس فاش كيوصلوا لمرحلة القصور الكلوي المزمن كيكون كتجيهم تقية، كتوخى، كيضعفوا في صحتهم، ما كتبقاش شهية، كيكون واحد العياء بزاف، واحد لافاتي كبيرة بزاف ناجمة على فقر الدم وكاع لي كونسيكونس ديال هذا القصور الكلوي. دونك كنحاولوا نبسطوا لهم ما امكن ونوريوهم انه مش حاجه اللي ما سهلاش، ولكن راه مع التوان واحد كيتقبلها باستقبال بشكل يومي. كنستقبلوا الناس بالنسبه للكونسلتاسيون بالنسبه للتشخيص، كنشوفوهم كل نهار باش كنحاولوا نتبعوا معاهم، ولكن مع الاسف كاين كنوصلوا هنا في المركز كنقدروا انه يكونوا عندنا حتى لاربعه الناس خمسه الناس اللي خاصهم اللي كيوصلوا مع الاسف للقصور الكلوي المزمن، سواء كيكون غفله على التتبع، سواء ما كيكونوش مشخصين المرض بصفه مبكره. الناس اللي كيخافوا وكيخليو وكاين هذا الشيء المرض اللي غادي في النسبه ديالو غدا وكتفاقم غدا وكتكثر. ديال لي ران نورمالمون كاينين دو فونكسيون، ان بيرسون نورمال دو فونكسيون دي ران، كاين فونكسيون دوبيراسيون وكاين فونكسيون اكزوكرين وكاين اندوكرين. اكزوكرين هي اللي كنديرو حنا في لا ماشين، كندو حيت لي زوكرين كتكون اليمناسيون ديال لي ديشي ولي سيل مينيرو شنو هما، بحال دابا هي اللي كتتبع على مستوى الغان ارتيفيسيال، بحال دابا هذا هو اللي كيتسمى غان ارتيفيسيال، هما اللي كيتمو فيه لا ديفيزيون واليمناسيون ديال لي ديشي كاملين. اول حاجه فاش تيكون عندنا تيكون الباسيون اون فوا تيدخل تنكون ضروري الاجراءات ديال لافاف وهذا، تيغسل يديه يبريزونتي باش يكون واجد لا دياليز، من بعد تنعبروه في الميزان باش نقدروا نعرفوا شحال جيب ديال البوا باش نحيدوا بحال نقولوا لو لا كونتيتي ديالو اللي جاي.
دونك نعبروا فاش كيتعبر كنكون عندنا ديجا حنا افيك بريسكريبسيون ميديكال واحد البوا دو باز باش كنعرفوا شحال جي الكونتيتي ديالو اللي غادي نقدروا نفلتريو ليه حنايا في ديك لا ديوري اللي عنده ديال 4 اور ولا 3 اور 30 سا ديبون شحال من سيونس عنده في لا سوني. بحال دابا بارفوا تيكون مثلا كاينين دي باسون سيرتو لي زونفون و لي كاردياك كيديرو 3 فوا حتى 4 فوا بور سوني تيديرو 3 اور 30 ولا 4 اور فاش كيكون عندنا مثلا 3 اور 30 على حساب باش سيرتو لي كاردياك باش ما نقدروش نفلتريو ليه واحد الكونتيتي نحيدو ليه واحد الكونتيتي ديال لو في مده كنحاولوا داك اللون اللي كيكون هو كيشرب بزاف تنحيدوه مقسم هذا بكل سيونس مثلا على حساب ثاني الباسون واش الى ريسبكتي لو ريجيم ديالو ديال السوائل ولا لا فاش كنديرو كنجي مثلا تنعبروه ديجا وتنحسبو تنكالكيليو بالبوا دو باز كنشوفو شحال جي مثلا بارفوا كيكون الباسيون اللي كي اكسبتي لو ريجيم ديالو ما كيجيبش لك بزاف مثلا كيقدر يدير 1 كيلو 2 كيلو ولا 1 كيلو 500 في 4 اور مي كاين لي باسيون اللي ما كيحترموش الريجيم ديالهم كيقدر يشرب بزاف والسوائل كيجيب لك حتى 4 كيلو دونك هنا 4 كيلو تتكون صعيب عليه لان 4 كيلو في 4 اور تتكون لي في بحال ديجا لا ماشين انا نشرحها لك فاش تكون هنا في انفو فاش نحسبوا بحال دابا هاد الباسيون باغ اكزومبل جايبه 4 كيلو دونك 4 كيلو في 4 اور غتجيها 1 كيلو يعني 1 كيلو اللي كتفيلتري باغ لور دونك بالنسبه للاج ديالها 1 كيلو في 4 اور شاك سيونس سي ديفيسيل سيونس باغ سيونس سيونس باغ سيونس راه القلب تيعيا دونك نورمالمون خصو يكون عندها تحترم واحد الريجيم ديالها بحال دابا مثلا باش كنتقدر هي تعرف شحال غادا تشرب مثلا في ديك ما بين سيونس و سيونس نورمالمون كاين واحد لا ديوريز لا كونتيتي دو ليزورين 24 سير 24 بحال مثلا تنقولو الباسون انه يجمع البولة مثلا ليزورين ديالو مثلا 24 ساعة هداك الشي اللي جمع على حسب كل باسون ليزورين ديالو كيدير الا مثلا جمع الليتر ولا دو ليتر خصو يشرب هذيك الليتر ما يفوتهاش بزاف الا فاتها تتولي لا شارج هو فاش يكون سورتو الا كانوا دي باسيون انيروك ما كيبولوش وكيشرب عرفت تشوفي تتبقى كيجي عندك اصلا بواحد لا فورم اخرى كيتنفخ ليه وجهه وتنفخو ليه رجلي تنفخو ليه يدي كيجيك منفوخ وغتلقاي بحال كينهج تما فاش بحال كتقولي القلب ديالو تيعمر بالماء